أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج آداب نتزين بها. حديثنا اليوم عن الأدب مع النفس. إن النفس قد تكون سببا في إدخال صاحبها الجنة إن زكاها وألزمها بطاعة الله جل وعلا وطهرها من الذنوب والمعاصي، وقد تكون سببا في وقوع صاحبها في النار إن تركها ترتع في المعاصي ولم يلزمها بطاعة الله جل وعلا. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن جملة الآداب مع النفس الاستعانة بالله على إصلاح أنفسنا، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محاسبة النفس. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. تزكية النفس وتطهيرها. مجاهدة النفس في طاعة الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في فعل الطاعات، وذلك بأن يحملها على الطاعة رويدا رويدا. مخالفة النفس والشيطان. فعليك أن تجتهد في مخالفة نفسك وشيطانك، فكلما زينا لك فعل أي معصية فعصهما، لأنهما يريدان هلاكك في الدنيا والآخرة. معرفة عيوب النفس ومعالجتها، ومنها العجب والشعور بالفخر وغيرها. الاشتغال بالعمل للآخرة، فإن من شغل نفسه بالدنيا عن الآخرة فإنه يخسر دنياه وآخرته، ومن شغل نفسه بالآخرة ربح الدنيا والآخرة. مراقبة الله تعالى، أن يلاحظ أن الله ناظر إليه، مطلع عليه في جميع الأحوال، يسمع ويرى، فيشتغل بذكره بقلبه وحاله دائما، بمعنى أن يجري لفظ الجلالة على قلبه حتى يصير ذكر الله أنيس نفسه ونشيد روحه. النظر في العواقب، فإن كل لذة كانت في الحرام سيعقبها عذابا في الآخرة إن لم يتب منها العبد، وكل حرمان في الدنيا وبعد عن معصية الله سيعقبه نعيم في الآخرة. حمل النفس على معالي الأمور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. عامل الناس ما تحب أن يعاملوك به، لا تستخفن بفاضل شريف، وإذا صنعت معروفا فاستره، وإذا صنع إليك فانشره، وإذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر، فالمعذرة بيان المقل، والمغفرة بيان الفضل، ولا تزهد في رجل عرف فضله، وجرب عقله، واحفظ لسانك من المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس، فإن ذلك يريق ماء الوجه، ويسقط المهابة، ويؤذي القلوب، واحرص على سعادة غيرك، فإن اجتهادك في إسعاد غيرك إسعاد لنفسك. ومما يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه: إياك وفعل القبيح، فإنه يقبح ذكرك ويكثر وزرك، وإياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم، وإياك أن ترضى عن نفسك فيكثر الساخط عليك، وإياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد بك أحوج ما تكون إليه، وإياك والبطنة فمن لزمها كمرت أسقامه وفسدت أحلامه
وإياك أن تستسهل ركوب المعاصي، فإنها تكسوك في الدنيا ذلة وتكسبك في الآخرة سخط الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.